اولا بالنسبه للقاء تاريخيا هو محسوب تاريخيا الوداد في اللقاء ديال مع الجيش الملكي دائما كتحسمهم. اعتقد بان اللقاء ديال غدا نتمنوا نشوفوا فيه هذه الفرجه، ولكن اعتقد بان الوداد تمر بعد النكبه ولا النكسه التي عرفتها بعد التتويج بدوري ابطال اوروبا افريقيا، يعني ديك النكسه ومشاو الكوب دي مود ما كانوش نتائج مزيانين، ولكن جاو جوج انتصارات متابعين واد زامو الفتح الرباطي والسوبر، الوداد غتكون في المستوى. وصراحه المسابقات القاريه ولا كنقولوا ماتش ماشي هو البطوله. الوداد البيضاوي ولا الجيش عندهم صحواق حاليا، البنزرتي الان كياكد انه خدا الفريق بشكل ايجابي وانه مستعد انه يخوض غمار منافسه في البطوله، رغم انه مع الرجاء ما كانش مزيان. الجيش الملكي حاليا الانتصار ديالو امام الرجاء خلاه ياخذ ثقه في النفس ديالو، وهي مباراه تكتيكيه اكثر، وهو غتكون مقابله صعيبه بالنسبه للفريقين بجوج، حيت كما كنعرفوا الجيش كتنافس تقريبا على البطوله، والوداد جاي من بعيد ويلا لا رابحين كاس ديال السوبر، غتكون منافسه قويه وكنتمنى الفوز للوداد. هي المقابله غتكون صعيبه بيناتهم هما بجوج، الوداد يلا فايزه بالكاس والجيش غادا مزيان، غدا غتكون واحد المقابله اللي صعيبه غيتمتع فيها الجمهور.